السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا محمد اسماعيل، عامل ايه؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. ازيك يا عمر؟ عمر محمد، اواخر يا ابطال. صباح الخير يا مستر. صباح النور، عاملين ايه؟ تمام تمام. ده، بس دقيقة كده عشان الناس تدخل معانا كده. أربعة بس. طيب، عقبال ما زمايلنا يدخلوا كده، اتكلمنا أمس عن مشكلات المياه. اخترنا قضيتين، قضية إيه وقضية إيه؟ حد يقدر يفكرني كده يا أبطال؟ اللي عايز اتفضل يا حمزة. الجفاف ممتاز، أو الفيضان. الجفاف والفيضان، ممتاز. طيب شكرا لك. طب أحمد عصام، نعم. إيه؟ صباح الخير يا أحمد. إيه أسباب الجفاف يا بطل؟ أسباب الجفاف يعني هي بقى يعني إن لو ما كانش في مية، لو كان في جفاف المحاصيل بتاعت المزارع. لا، أنا بسألك يا بطل عن الأسباب التي تؤدي إلى الجفاف. عندك فكرة؟ لا طيب يا بطل، هنشوف كده حد من زماننا كده فكرنا الجفاف ده حدث الجفاف. شكرا ليك يا بطل. نسمع عمر محمد. صباح الخير يا عمر. عمر محمد، انا قلت بعد كده الناس اللي انا هاخد الغياب بعد كده يا ابطال، يعني انا بعد كده هاخد الغياب. يا مستر. يا عمر، يا محمد معايا يا عمر؟ ما هي اسباب الجفاف يا بطل؟ قد تموت النباتات والحيوانات سوف لا، انا تموت. بسألك ايه اللي يخلي الجفاف يحدث، يعني ايه السبب في حدوث الجفاف؟ اتكلمنا عليه امس كده، فاكر المخطط ده اللي خدناه امبارح؟ فاكر طيب ايه سبب حدوث الجفاف؟ باين كده ولا مش باين في الشكل هنا؟ مش ده خدناه امبارح الشريحة دي وما خدناهاش؟ غناها طيب ايه السبب في حدوث الجفاف؟ طيب يا بطل، خليك معايا عمر محمد وهتعرف. طيب نسمع عمر خطاب. صباح الخير يا عمر. بس. الجفاف، ايه اسباب حدوث الجفاف يا بطل كظاهرة كده، ومش احد مشكلات المياه؟ مش هاد المياه هي الجفاف والفيضانات ده من مشكلات المياه اللي بتواجه الانسان. ما هو سبب حدوث ظاهرة الجفاف؟ الجفاف ده بيحدث نتيجة ايه؟ تعرف يا عمر؟ تلوث العالم. تعرف كده يا عمر؟ شوف كده، بص انا كاتب ايه هنا، بص السبب ايه؟ شفتش انت عمر؟ السبب نظرة سقوط الأمطار. تمام. في ناس مش عارفة تدخل على المنصة كده، سبب ندرة سقوط الأمطار، يبقى المطر لما يكون نادر لفترة
طويلة ممكن يؤدي إلى ظاهرة الجفاف اللي هو قلة المياه خالص. ثواني كده بس أبعت بس الرابط إيه على الناس مش عارفة تدخل على الرابط على الحصة. طيب يبقى ندرة وجود المياه لفترة طويلة النهاردة في مشكلة في ندرة هطول الأمطار لفترات طويلة يؤدي إلى الجفاف. بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سامعني أبطال ولا في مشكلة في الصوت برضه؟ Awesome. يبقى ندرة هطول الأمطار لفترات طويلة بيؤدي إلى حدوث ظاهرة الجفاف، تمام؟ طيب، الجفاف ده بيؤثر على إيه بقى؟ ده السبب إحنا اتكلمنا عليه اللي هو الجفاف. طيب بيؤثر على إيه يا أبطال؟ انت عارف القاعدة كده؟ منتظر بس الناس تدخل، في ناس ما يلا حمزة جلال اتفضل يا حمزة. حمزة جلال نعم. قول لي هي ايه هي آثار تأثير الجفاف على البيئة، بيحصل ايه؟ قد تموت النباتات والحيوانات، سوف تهاجر لمكان آخر، والله صعب على الإنسان توفير. راحت فين الصورة؟ مش عارف تقرا من الصورة، بس راحت الصورة. عايز بس افتح للناس بس. أيوة، هل الإنسان في المصدر مصدر ثانية ثانية واحدة بس، في ناس مش عارفة تدخل على المنصة. ماشي انا معاك اهو دلوقتي خلاص، معلش انشغلت كده ايه بالناس اللي مش عارفة تدخل على المنصة. احنا مش عايزين نقرا، عايزين ان احنا نكون فاهمين ان تأثير الجفاف ده هيؤدي الى ايه يا بطل. هيؤدي إن اللي تموت النباتات والحيوانات، وهتهاجر لحتة تانية، ويبقى صعب على الإنسان لو هو يوفر مصدر مية. طيب تعال نتكلم مع بعض عن أقطع تأثير. الصورة. ماشي الصورة ظاهرة معاك، ده خدناها امبارح بس أنا كنت بحب أراجع معاكم بس كده أشوف الناس بتذاكر ولا لأ. طيب ناخد محمد إسماعيل، أسباب الفيضان يا محمد. محمد إسماعيل أسباب الفيضان يا بطل، خدناها امبارح. كثرة نزول الأمطار لفترة طويلة ولا فترة في فترة زمنية قصيرة؟ فترة زمنية قصيرة. ممتاز. طيب ده كده السبب محمد، ايه هي بقى الآثار المترتبة على حدوث الفيضان؟ الفيضان ده هيؤدي إلى ايه بقى؟ هيأثر على الإنسان ازاي والبيئة سيجعل يجعل الحيوانات تهاجر ويشرب الإنسان ماء ملوث، الله عليك. وسيجروا في ممتاز غابات بعيدة. ممتاز ممتاز، شكرا ليك يا محمد. انا حبيت اراجع ليه ابطال معاكم عشان يعني انا عارف الدرس ده خدناه امبارح، عشان انا عامل مراجعه كده اشوف الناس وعايز كله يشارك ويرفع ايده عشان هكتب عندي المشاركه
واللي بيجاوب معايا هكتب عنده عشان يبقى عليها درجات. طبعا ده اللي احنا خدناه امس. ايوه حلو، عايز كله يشارك. انا جايب اسئله كتير، ادي هيوت، ادي تاثير الفيضان. تاثير الفيضان هتموت، سوف تموت النباتات وانخفض انتاج المحاصيل ويتم تهجير الانسان والحيوان. يمكن ان تلوث مصادر مياه الشرب وتعرقل مصادر المياه النظيفة، هتتوقف ويحدث تدمير للطرق وقطع للكهرباء والمواصلات. تأثير الجفاف أهو، قد تموت النباتات والحيوانات ويهاجر الإنسان لمكان آخر، ويصعب على الإنسان توفير مصدر المياه النظيفة ويقل الطعام، كما تنخفض إنتاجية المحاصيل ويتسبب في خسارة اقتصادية للمزارعين وفقدان وظائف كثيرة. جاهزين للمراجعة؟ ماشي، هنبدأ كده. بسم الله الرحمن الرحيم، عايز كله يشارك، كله يشارك. محمد إسماعيل، يلا محمد جاهز. بسم الله، يلا نقرأ السؤال يا بطل، جاهز. يلا بطل. يحدث الفيضان بسبب الكمية التي تسقط في فترة قصيرة من الزمن. الهطول. متأكد يا محمد؟ آه. أنت ممتاز يا محمد، ما شاء الله عليك، إجابة صحيحة. يحدث الفيضان بسبب كمية الهطول التي تسقط على اليابسة في فترة قصيرة من الزمن. أحسنت يا محمد، أشكرك يا بطل. وناخد حمزة جلال، أنا قلت كل الناس هتشارك، أسئلة كتير النهاردة. جاهز يا حمزة؟ أوكي. بسم الله، يلا اقرأ السؤال الثاني. الفيضان يمكن أن يتسبب مصادر، في مصادر مصادر مياه الشرب، مما يؤثر على حياة الإنسان. الفيضان يمكن يتسبب في نقط لمصادر مياه الشرب. احنا لسه مراجعين اهو. الفيضان ألف يعني اقرأ كده، الفيضان يمكن يتسبب في احداث ايه؟ أم تلوث ولا جفاف ولا امتصاص ولا اصلاح؟ أتلوث متأكد يا بطل؟ أمتك ممتاز، ما شاء الله عليك يا حمزة، أحسنت، إجابة صحيحة طبعا، تلوث لمصادر مياه الشرب النظيفة. أشكرك يا بطل. ناخد البطل عبد الرحمن، جاهز يا عبد الرحمن؟ أو يلا يا بطل، بسم الله. يمكن استخدام لمعرفة المسافات الحقيقية بين الأماكن على الخريطة. استخدم ايه بقى لمعرفة المسافات الحقيقية بين الأماكن على الخريطة؟ مقياس الرسم. متأكد يا بطل؟ اه ولا المناطق؟ لا، مقياس الرسم، لأن الرسم بالمقياس. ممتاز يا بطل، أشكرك، إجابة صحيحة، بطل ممتاز ورائع. رائع يا عبد الرحمن. ناخد سيف سمر، جاهز يا سيف؟ بنايم. نعم يا أستاذ. جاهز يا بطل؟ آه. طب اقفل المايك يا عبد الرحمن. يلا يا بطل. يحدث الجفاف شديد لفترة زمنية طويلة. اقرأ بقى على مهلك كده عشان تركز في السؤال. هطول غزير للأمطار على اليابسة، هطول معتدل للأمطار على اليابسة، نقص شديد للأمطار على اليابسة، هطول متوسط للأمطار على اليابسة، نقص شديد. رقم جيم، نقص شديد في هطول الأمطار على اليابسة. أنت متأكد من إجابتك دي يا بطل؟ جيم. ها؟ متأكد ولا إيه؟ يا سيف، أنت متأكد من إجابتك؟ سيف أنت سامعني؟ جيم. أقول لي يا أستاذ أنا متأكد، مش متأكد. متأكد. ممتاز يا بطل، ما شاء الله عليك. طبعا بيحدث الجفاف
نتيجة نقص شديد في هطول الأمطار لفترة زمنية طويلة. أحسنت يا بطل. وناخد السؤال اللي بعده، وناخد زمننا البطل مين؟ مين اللي جاهز بعد كده؟ عايز كل يشارك. أحمد عصام مكاوي، يلا يا أحمد. يا عصام جاهز يا أحمد؟ نعم. جاهز يا بطل؟ جاهز. يلا بسم الله. المناخ وحال الجو العام على منطقة معينة. المناخ حالة الجو على منطقة معينة لفترة زمنية طويلة، لفترة زمنية قصيرة، لمنطقة بها كوارث طبيعية، منطقة بها مناطق ساحلية. فكر يا بطل. المناخ المناخ على مهلك كده وركز وإن شاء الله توصل الإجابة. المناخ وحالة الجو العام على منطقة معينة لفترة زمنية طويلة قصيرة، منطقة فيها كوارث طبيعية، منطقة فيها مناطق ساحلية. يلا بطل بسرعة. عارف الإجابة يا أحمد؟ فترة زمنية طويلة. تأكد من إجابتك؟ ممتاز يا بطل، فعلا المناخ وحالة الجو العام على منطقة زمنية فترة زمنية طويلة. شكرا لك يا بطل. ناخد عمر خطاب. جاهز يا عمر؟ يلا بسم الله. اقرأ يا بطل. الجفاف يمكن أن يؤدي إلى نقط الأنهار أو البحيرات إذا استمر لفترة طويلة من الزمن. الجفاف ده يؤدي إلى إيه؟ إلى إيه؟ الأنهار مثلها إيه بقى؟ جفاف، تلوث، رسوبة، فيضان. فيضان. اقرأ السؤال تاني كده يا عمر وركز في السؤال. جفاف. متأكد يا عمر من إجابتك ولا الفيضان؟ جفاف ولا فيضان؟ جفاف. ممتاز يا عمر، إجابة صحيحة. فعلا الجفاف يؤدي إلى جفاف الأنهار والبحيرات إذا استمر فترة زمنية طويلة. أشكرك يا عمر. ناخد منا البطل عمر محمد. جاهز يا عمر محمد؟ احنا نعيد تاني، هنبدأ الكرة تاني من أول وجديد للناس تاني، يعني اللي سألته هسأله تاني. يلا عمر محمد جاهز؟ يلا بطل جاهز. رب عن حالة الجو فوق منطقة معينة لفترة قصيرة من الزمن. يعبر عن حالة الجو فوق منطقة معينة لفترة قصيرة من الزمن. يا ترى ده الجفاف، المناخ، الطقس، المنطقة؟ الجفاف. الجفاف. تأكد. الجفاف يعبر عن حالة الجو. ركز كده يا بطل كده. لا أنا مش عايزك تتسرع، التسرع بيخليني أخطأ طبعاً. السرعة. عارف. أنا عارف. طيب على مهلك يا بطل. طقس. بالطقس. جواب نهائي. تأكد من إجابتك. فعلا الطقس. إجابة صحيحة. الطقس هو
حالة الجو فوق منطقة معينة لفترة زمنية قصيرة. فاحنا قارنا كده المناخ حالة الجو على منطقة معينة فترة زمنية ايه؟ طويلة. أما الطقس حالة الجو فوق منطقة معينة لفترة ايه؟ قصيرة من ايه؟ من الزمن. قصيرة بقى الطقس. شكرا ليك يا بطل، ونبدأ من الأول تاني مع محمد إسماعيل. يلا دكتور محمد، جاهز يا محمد؟ جاهز. يلا بسم الله. رقم 8. المناطق القريبة من المسطحات المائية تمتاز بالبرودة مع ندرة هطول الأمطار، بالرطوبة مع زيادة فرص سقوط الأمطار، طقس حار مع ندرة هطول الأمطار، جاف مع قلة فرص هطول الأمطار. اقرأ على مهلك وخد وقتك كده وركز عشان يا محمد ما تغلطش. فكر في كل واحدة. المناطق القريبة من المسطحات المائية. باء. باء. باء ولا دال؟ أنا مش سامع الصوت كويس يعني. اقرأ كده الإجابة طيب. تمتاز بإيه يا بطل؟ بالرطوبة مع زيادة فرص سقوط الأمطار. أكتب إجابتك يا محمد. طبعا إجابتك صحيحة يا محمد، وعايز الناس لما أقول إجابتك لما بسألك كده أنا عايز الناس تكون عندها ثقة بالنفس. الثقة بالنفس دي بتيجي طبعا نتيجة إن أنا أكون مذاكر متأكد من إجابتي، فأقول للأستاذ أيوه يا أستاذ أنا متأكد من الإجابة بتاعتي، يكون عندي ثقة بالنفس ما أكونش متردد. أشكرك يا محمد، طبعا إجابتك صحيحة. المناطق القريبة من المسطحات المائية مثل البحار والمحيطات بتتميز بالرطوبة مع زيادة فرص سقوط الأمطار أو هطول الأمطار. ناخد زميلنا البطل مين بقى كده جاهز معانا؟ ناخد حمزة جلال. جاهز يا حمزة؟ حمزة أيوة جاهز. يلا بسم الله. ال 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 الجفاف والفيضانات من أهم الطبيعة التي تواجه الإنسان وتسبب خسائر هائلة. الجفاف والفيضانات من أهم النقط الطبيعية التي تواجه الإنسان وتسبب أو تتسبب في خسائر هائلة. اقرأ كده الاختيارات كده بطل. مصادر الهطول، الملوثات، الكوارث. كين. الملوثات يعني؟ انت متأكد من إجابتك؟ يعني الجفاف والفيضانات ده ملوثات طبيعية؟ طبعا إجابة يعني غير صحيحة. الإجابة الصحيحة الكوارث الطبيعية. يعتبر الجفاف والفيضان والحرائق والزلازل كل دي من الإيه؟ من الكوارث الطبيعية التي تواجه الإنسان. كوارث كارثة، فيضان ده كارثة، الجفاف ده كارثة. تمام مستر. نعم اتفضل. ينفع مستر تبعت لي الأسئلة ديت في الملف على جروب المدرسة؟ حاضر حبيبي. مين معايا، عبد الرحمن ولا مين؟ عبد الرحمن. حاضر يا عبد الرحمن، هبعتها لك بس مش محلولة وتحلوها. ماشي تمام. اشكرك يا عبد الرحمن على فكرتك الجميلة. وناخد منا، يلا يا عبد الرحمن جاهز للسؤال رقم 10؟ يلا يا بطل.
تمتاز المنطقة بكثرة العشب الأخضر الذي يغطي الأرض حولها، تمتاز المنطقة بكثرة العشب الأخضر الذي يغطي الأرض الساحلية دال. متأكد الساحلية؟ أنت عارف يعني معنى كلمة ساحلية؟ يعني تطل على الإيه؟ ايه على البحر، صح كده؟ كلمة ساحلية تطل على البحر أو محيط، صح كده ولا لأ؟ والجبلية. الجبلية، صح؟ جواب نهائي؟ متأكد يا بطل؟ طبعا إجابتك صحيحة يا عبد الرحمن، ما شاء الله عليك، ممتاز، ما شاء الله عليك، ممتاز، أشكرك يا عبد الرحمن. وناخد عمر خطاب، جاهز يا عمر؟ يا مستر. يلا بسم الله. السؤال ده عايز تركيز شوية، ها؟ ماشي. يلا. يحدد موقع كل منطقة طبيعية نقط السائد هناك دائما. الموقع بتاع كل منطقة على الكرة الأرضية، خلاص، بيحدد طبيعة الإيه؟ طبيعة خط الاستواء، طبيعة المسطحات المائية، طبيعة الفيضانات، أم طبيعة المناخ؟ المناخ. متأكد يا عمر؟ هو متأكد. ها؟ متأكد. ممتاز يا عمر، ما شاء الله عليك. طبعا إجابة صحيحة، إن كل موقع بيحدد، كل موقع لكل منطقة طبيعية بيحدد المناخ السائد هناك. يعني مثلا لو أنا الموقع دوت قريب من خط الاستواء، يبقى تميز بارتفاع درجة الحرارة ويكون منطقة جافة، بيحدد المناخ. كل منطقة موقعها بيحدد المناخ، زي أوروبا كده، يعني في شمال مثلا الكرة الأرضية تتميز بمناخ يميل إلى البرودة في معظم أنحاء العام. شكرا يا عمر، ممتاز. مين زميلنا بعد كده؟ البطل، ناخد أحمد عصام مكاو. جاهز يا أحمد؟ يا عصام، أحمد عصام، نعم جاهز؟ نعم. يلا يا بطل. دي بقى عايز، انت فطرت ولا لسه؟ لا لسه. طب نشوف هتعرف تجاوب على السؤال ده وانت لسه ما فطرتش ولا لا، نشوفك شاطر ولا لا. يلا كده. المناخات يمكن تقسيمها وتصنيفها إلى، عايز بقى واحد يكون ايه، مركز او شاطر. قارات. المناخات يمكن تقسيمها وتصنيفها إلى بيئات طبيعية، مناطق، كوارث طبيعية، قارات. خد وقتك. مناطق. جواب نهائي. اه انت ممتاز يا بطل، ما شاء الله عليك. بس طبعا مناطق، المناطق ما شاء الله عليك. ناخد زميلنا سيف السمري، جاهز يا سيف؟ سيف يا سيف، سيف راح يفطر ولا ايه؟ سيف، نعم يا مستر. فينك يا بطل؟ يلا، ها اقرأ كده العنوان. ظل كل كلمة من العمود ألف بالصورة الصحيحة من عمود باء. تمام. أول كلمة اسمها يا بطل؟ يلا يا سيف، أنا مش سامعك. الغابات المطيرة.
اقرأ. الجفاف، ترشيد المياه، الهطول، المسطحات المائية، الواحة. ممتاز، تعال نشوف بقى كده، هتاخد السؤال الأول. يلا يا بطل. رقم واحد، أين الغابات المطيرة؟ هتقول لي بس الحرف بتاعها، نشوفك شاطر ولا إيه؟ رقم واحد، الغابات المطيرة حرف جيم. أنت متأكد؟ آه جواب نهائي؟ أيوة. ممتاز، ما شاء الله عليك، ممتاز، أحسنت يا بطل، شكرا ليك يا سيف. ونشوف زميلنا البطل عمر محمد. جاهز يا عمر؟ أوه. يلا يا عمر. ها، رقم اتنين، مكتوب كلمة الإيه؟ يا مستر أنا فتحت المايك وأنت بتقفله عليا. معلش يا حبيبي، معلش. الجفاف، هاء، متأكد؟ اه ممتاز، ما شاء الله عليك بطل. اوه معلش، في غلطة يا ولاد، ثانية واحدة. سهل ايه ده؟ نشوف زميلنا البطل مين كده. شكرا ليك يا عمر يا محمد. ناخد سيف سمري. جاهز يا سيف؟ سيف يلا يا بطل. طب ما هي الصورة التي تعبر عن ترشيد المياه؟ يا سيف انت سامعني يا سيف؟ سيف، سيف سمري، طيب سيف سمري مش معانا، هناخد يلا يا سيف، خليك سريع يا سيف شوية، اتكلم انا مش سامعك. لا انا في مشكلة عندك، واو في مشكلة عندك في الصوت. حرف الواو. متأكد يا بطل؟ طبعا إجابة صحيحة، حرف الواو اللي هو ترشيد المياه، زي نقطة مياه اهي لازم نحافظ عليها. ونشوف زميلنا البطل محمد إسماعيل. جاهز يا محمد؟ جاهز. يلا، الهطول، ما هي الصورة التي تعبر عن الهطول يا بطل؟ حرف باء. حرف الايه؟ باء. ممتاز يا محمد، ممتاز، ما شاء الله عليك، بارك الله فيك. ناخد زميلنا البطل حمزة جلال. جاهز يا حمزة؟ جاهز. ها، المسطحات المائية بقى، فين المسطحات المائية دي؟ ألف ألف. ممتاز يا بطل، أشكرك. وناخد زميلنا عبد الرحمن أحمد. طبعا الإجابة الأخيرة هي ايه؟ الواحة وهي دار. ممتاز يا عبد الرحمن. طبعا يا ابطال، انتوا كده كانت دي مراجعه النهارده سريعه كده عن الدروس اللي فاتت يعني، وزي ما قال زميلنا كده عبد الرحمن، فكره جميله، انا هبعت لكم ان شاء الله الاسئله ديت كده طبعا بدون حلول، وانت بتحلها وتبعتها لي، لان طبعا احنا في النهايه بعد ما نخلص المنهج خالص بنبتدي نعمل مراجعات، والمراجعه دي طبعا بتثبت الايه، المعلومه ولا لا، بتثبت المعلومه وتخليني اركز، وتخليني ان انا لو في عندي قصور او اي شيء ان انا احاول اركز في المذاكره اكثر، احل واجبات اكثر، اركز مع اشوف الفيديو بتاع الحصه واتابع الاستاذ، لان انا بجيب اسئلتي، اللي بيتابع واتفرج على الحصة بتاعتي بيلاقي كل الأسئلة بجيبها من
اثناء الحصه. يعني تلاحظ الاسئله كلها مش موجوده حتى في المعاصر، لا انا بجيب اسئله خاصه بيا، بشوف الناس مركزه معايا في الحصه ولا لا، متابعه ولا لا، كل دوت طبعا بيخليك تفهم الماده اكتر وتستفيد بيها اكتر. في حد عنده اي سؤال يا ابطال؟ لا. في ناس رفع عليها كده، نشوف ان لحد عايز يسال سؤال كده. اللي عايز يسال سؤال ممكن يفتح المايك ويتكلم. ناخد مين؟ عمر خطاب، اتفضل يا عمر. عايز تقول ايه يا عمر؟ انت رافع ايدك عايز تسال سؤال؟ لا. ايه اللي رايك في الاسئله اللي خدناها النهارده دي؟ مش بتنشط الذاكره كده وتخليني اركز في الماده ولا ايه رايك فيها؟ المراجعه كويسه ولا حاجه مش كويسه؟ كويس. شكرا ليك يا عمر. احمد عصام عايز تقول حاجه يا احمد؟ شكرا ليك يا عمر. احمد عصام عايز تقول حاجه يا احمد؟ مستر ينفع تبعت لنا الاسئله دي؟ حاضر، هبعتها لك، هبعتها لك دلوقتي، هبعتها لك على الجروب بتاع المدرسه، وتحاول تحلها تاني وترسلها لي. اشكركم يا ابطال على حسن استماعكم النهارده، واتمنى لكم ان شاء الله نشوفكم ان شاء الله الحصه الثالثه مع بعض. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.